رأينا نفقا يؤدي إلى باب مغلق لكن لا نعلم ماذا وراءه. تساؤلات عدة أثارها الفيديو الذي نشره الجيش الإسرائيلي لما قال إنه نفق في مستشفى الشفاء وإنه دليل على وجود حماس هناك. شبكة CNN وصفت الفيديو بالغامض وقالت إن ما صوره الجيش الإسرائيلي هو مدخل لشيء ما تحت الأرض وأنه ليس من الواضح ما هو أو إلى أي مدى يصل، وهذا ما يحاول الجميع فهمه. نهاية النفق الذي قالت إسرائيل إنه بطول 55 متراً وبعمق 10 أمتار كانت باباً مصفحاً لم يفتحه الجيش الإسرائيلي في الفيديو، ولذلك اعتبرت تقارير عدة أن مقطع الفيديو دليل غير حاسم على وجود حماس بالمستشفى. وتساءلت صحيفة لوتون السويسرية عن مكان مركز قيادة حماس الذي كان الإسرائيليون يتحدثون عنه كثيراً لتبرير اقتحام مستشفى الشفاء. على السوشيال ميديا أيضاً خضع فيديو النفق للتدقيق والتشكيك، ففي الدقيقة 1:12 من الفيديو اختلفت جودة المشاهد هنا. يقول كثيرون إنه ربما قد تعرض للتعديل أو القطع أو حتى تركيب مشاهد لنفق آخر. إسرائيل لم تواجه التشكيك فقط على فيديو النفق، أيضاً الأسلحة التي نشرتها بمستشفى الشفاء. قالت شبكة CNN أن هنالك احتمال أن الجيش قد وضعها في الموقع أو نقلها لاختلاف عددها في الصور عما شاهده طاقمها في عين المكان. الآن إسرائيل تواجه تشكيكاً من الداخل أيضاً، فرئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود باراك قال إن إسرائيل هي التي بنت المخابئ الموجودة تحت مستشفى الشفاء قبل نحو 50 عاماً خلال الفترة التي كانت تدير فيها إسرائيل القطاع من أجل توفير مساحة أكبر لتشغيل المستشفى.